بسم الله الرحمن الرحيم. ماستر شيف فوزي معكم، رئيس نادي الحرفي الخبازة وصاحب مدرسة تكوين فندقة وطبخ عصري على مستوى ولاية وهران. ارتأينا اليوم مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية أننا نكون حاضرين في هذا الحفل الإفريقي، هذا اللي هو تاع الأمن والسلم في إفريقيا، باش نعرضوا مختلف منتجات الجزائر من حلويات تقليدية، من طبخ تقليدي، من باش نبينوا باللي التراث الجزائري عريق وبعراقة هذا البلد الطيب والشعب الطيب. قدمنا منتجات من مختلف أنحاء الوطن كما المقروض، البقلاوة، كل هذه الأطباق، الكسكس، الرشتة العاصمية، كل هذه الأطباق راح نعرضوهم على هذا الوفود اللي راهي معانا هنا باش نعرفوهم على التراث المادي ولا مادي، باش يعرفوا بلي الجزائر ما فيهاش اونيكمون لو كسكس. وراهم معانا لي ستاجير كذلك باش هما ثاني يحتكوا بهذا الوفود هذه ويكون عندهم خبرة أفضل في هذه المناسبة السعيدة هذه إن شاء الله. شكرا على نشكر القناة تاعكم المحترمة أنها غطات هذا الحدث ودائما في الموال. نشكركم كثير.